هذه قصيدة الدعوة مطرعها يقول: الدعوة اللي تبعث الهم في الناس، هم الرسول وهم كل الصحابة، هي دعوة المختار، هي والله الساس، واللي سلكها منهج الحق صابه، تعطيك دفعة للتحمل والإحساس، وتحط كل الناس سنهم قرابة، ترتيبها وهو بحبر بقرطاس، وله بقول ينطقه من حتابه، وله بلبس يلبسه كل من قاس ريع الرفيع، ياهني من رقابه غيث القلوب يطهر أدران وانجاس، قول الله اللي نزله في كتابه، أملاه جبريل على صفوة الناس، خيرتها للدنيا زعيم الصحابة، يا ويش عذر اللي تلطخ بلد ناس يوم القيامة، لا وقف وش جوابه، أبنصح اللي دايم الدوم محتاس، جرب مزامير وجرب ربابة، هذاك درب أوله فيه الإفلاس، دينه مع دنياه ضاعف شبابه، اركب طريق الدين والدين نماس، المنهج اللي صفوة الخلق جابه، تكفون يا الإخوان عضوا بالأضراس، على طريق يفلح اللي مشابه، يا أهل الصفات اللي غزوا دار الأجراس، تجولوا تنهم نمور بغابة، تجولوا بإذن الله الكفر ينداس، برجال صدق للخطر ما تهابه، جولاتهم ما بين لندن وتكساس، وما بين لاهور ودلهي وطابه، ما يبتغون بجهدهم جمع للماس، دنيا زخارفها تعود ترابه، دنيا ولو طابت خواتيم هنقاص، عقب العمار وتصير مسكن خرابه، لذاتها في لحظة تصبح انغاص، طيف توارى في غياهب ضبابه، يزين مجلسنا ويعز مجلس لمن جلسنا، مع حياة الصحابة مجالس أهل الخير تبنى على أساس، ما هي مجالس للغط والسبابة، أصفق على فرقاهم أخماس وأسداس، نور بقلبي من سببهم لجابه، والقلب مرتاح ولا فيه وجاس، والهم راح وحل عقبه طرابه، صلوا على المختار هو سيد الناس، إعداد ماهل للمطر من سحابه، سلامتكم.